السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم قناة دنا. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، غنوجد معكم خبيزات حلوين من الوصفات ديال الأم ديالي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هذه الوصفة البنات بدون حليب، بدون بيض، وبدون زبدة، طريقة سهلة وتيجو خفافين وهشاش. كنتمنى تخليكم معايا حتى الأخير الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من جيم. وليت تشاهد القناة ديالي لأول مرة أو عجبكم المحتوى، خليولي الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء. لنبدا على بركه الله. عندي كيلو ديال الدقيق الابيض، غادي نوضعه في الاناء. غنضيف 3 الاكياس ديال الفانيلا. هنا البنات فانيلا عندي خفيفه ما فيهاش المذاق قوي، الا كانت عندكم الفانيلا مجهده البنات استعملوا جوج فقط. غادي نضيف عليه 15 غرام ديال بيكنج باودر او خميره ديال الحلوه. غنضيف معلقه صغيره ونصف ديال الملح. غنضيف كاس ديال العنبه سكر سنيده. غنضيف جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز او خميره الفوريه. غنضيف جوج علب ديال ياغورت طبيعي ناتوريل. غنضيف 4 معالق كبار زيت نباتيه. غنضيف معلقه صغيره ديال الخل. عندي 480 مليلتر ديال الماء كيكون دافي، غنضيفو على العجين وكنضيفو بشوية بشوية وانا تنعجن. هنا بغيت العجينة تكون عندي خفيفة ما تكونش عندي قاسحة. هنا البنات غنحيد العجينه من الاناء وغادي نوضعها على سطح العمل باش كتجيني الخدمه سهله. شوفوا معايا يدي كتبقى تلصق فيها العجين، ما تخافوش منها. كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه وانا تنعجن. اللي بغى يعجنها في العجانه ممكن. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. هذا هو القوام ديال العجين اللي حصلت عليه. شوفوا معايا البنات كتكون خفيفه بزاف. كناخذ الاناء وتنرش فيه شويه ديال الدقيق، وغادي نحط فيه العجين، وغادي نعاود نرش عليه شويه ديال الدقيق من الفوق، وغادي نغطيه بالبلاستيك غذائي وغنخليها حتى تخمر ونرجع معاكم. من بعد ما خمرت لي العجين تضاعف الحجم ديالها. شوفوا معايا كيفاش كتولي. صافي البنات غادي نخرج منها هذيك الهواء اللي كتكون فيها، وغادي نحطها على سطح العمل. صافي البنات شوفوا معايا العجينه كتكون خفيفه بزاف. غادي نرش شويه الدقيق على سطح العمل باش ما تبقاش تلصق لينا العجين على هذا الشكل هذا. صافي البنات غادي نقطع العجين على 5 ديال القطع. غنرش شويه ديال الدقيق وغادي نبقى نكور العجين باش ما تبقاش تلصق لينا العجينه. شوفوا معايا الطريقه سهله البنات، انا كنكور وتنحط. من بعد ما كورت العجين غنرش شويه ديال الدقيق، وغادي نحاول نمسح سطح العمل من الدقيق باش ما يبقاش بزاف. وكنهز الكره الاولى اللي بديت بها هي اللي غادي نطلقها، ما كنطلقوهاش البنات بزاف، فقط غير شويه. وغادي نهز الجهه الاولى غادي نحطها طريقه ديال المسمن. صافي البنات غنستمر بنفس الطريقه. شوفوا معايا طريقه واضحه. صافي وغادي نحطها على جنب باش كترتاح. نعاود ناخذ كره واحده اخرى وبنفس الطريقه غادي نكمل. من بعد ما كملت العجين غادي نغطيها بمنديل وغادي نخليها المده ديال 5 ديال الدقائق ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت ليا غادي ناخذ الاولى وغادي نبدا نطلق فيها، كنطلقها غير شويه ماشي بزاف، وغادي نجمع العجين من الجناب بهذه الطريقه هذه باش ملي كنجمع العجين كتجيني على شكل كويرات. شوفوا معايا البنات غادي نكورها على هذا الشكل. شوفوا معايا غادي نحطها ترتاح وغادي ناخذ واحده اخرى وبنفس الطريقه غادي نكمل. كنجمع من الجناب،
باش ملي كنطيبوها البنات ما كتجيناش معجنه من الداخل، وكيجينا كتجينا الخبيزات يجيونا خفافين من الداخل. صافي غنستمر بنفس الطريقه، غادي نعاود نغطيهم بمنديل ونخليهم مده ديال 5 دقائق يعاودوا يرتاحوا، ومن بعد ندوزو باش تكملوا الطريقه. من بعد ما ارتحت ليا العجين تناخذ الكره الاولى هي اللي تنبداو بها دائما. عندي زيت نباتيه كندهن شويه سطح العمل وكنبدا نقرص العجين اللي عندي باش ما تبقاش تلصق لينا العجينه. صافي هنا البنات ما بقاش ندير لافارين. كناخذ لاطا وغادي نحط عليها الورق ديال الزبده. صافي وغادي نحط العجين ديالي، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجين اللي عندي ومن بعد نتلاقاو. من بعد ما كملت العجين اللي عندي كناخذ واحد السكين اللي تيكون حاد وتنبدا نقطع به العجين على هذا الشكل. غنعاود نغطيهم بمنديل وغادي نخليهم حتى يخمروا ومن بعد ندوز معاكم. عندي جوج اصفر ديال البيض، غنضيف عليه معلقه صغيره مع مرش ديال الخل وغادي نمزج هذا الخليط مزيان. صافي وغادي نبقى ندهن الوجه ديال الخبيزات بهذا الشكل هذا، كندهنهم غير بشويه باش ديك الخميره ما نهبطوهاش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. عندي زنجلان خضر ما تنحمروش كنرشوه على وجه العجين من الفوق بهذه الطريقه هذه. انا غادي نضيف على 3 وجوج ما غنضيف عليهم والو. صافي البنات كيكون عندي الفران من قبل سخون. غندخل الخبيزات ديالي يطيبوا على درجه الحراره 220 درجه، تنشعل عليهم من الفوق ومن التحت وهانتوما معايا حتى الشكل النهائي. شوف معايا البنات من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش الخبيزات كيجيو، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين وتيجيو ذهبيين. شوفوا معايا. هذا هو الشكل النهائي، تنقدم لكم الصحة والراحة. كنتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الإعجاب ديالكم. خبيزات حلوين من الوصفات ديال الأم ديالي. كنتمنى ما تنسوناش من جيم، وتنقول لكم مع السلامة مع فيديو آخر بإذن الله.